من الأردن نهلة، احكي لي كيف برنامج فيل جريت ساعدك إنك أنت تنزلي 10 كيلو خلال شهر ونص؟ طبعا انا اللي بستخدم برنامج فيل جريت شهر ونص، كنت زايده تقريبا 15 كيلو عن وزني الطبيعي. حاولت كل المحاولات اني انزل هذا الحكي خلال 3 4 شهور، رياضه، ادويه، اعشاب، الخ الخ، كان في عناد بجسمي، ما كان في اي تقبل انه ولا نص كيلو انزل. واحدة من صديقاتي وصلتني هذا البرنامج، وأنا بيني وبينك يعني تشجعت لأنه كان هو آخر حل إلي. مجرد ما بديت هذا البرنامج فيش أسبوعين يعني الحمد لله بديت أحس بمقاسات أقل. فمين ما شافني ما شاء الله عليك يا نهلة، في نضارة، ما شاء الله عليك، شو عاملة بحالك. هذا جانب الجوانب الإيجابية. أول إشي إنه مين ما شافني كانت في بفضل الله يعني في صفاء للبشرة، نشاط، حيوية، كتير أثر علي، خاصة من عندي كان من سنين جرثومة للمعدة، آلام المعدة مش طبيعي، ما قبل الأكل أخذ أدوية، ما بعد الأكل أخذ أدوية، بس بفضل الله، بفضل الله إنه هذا الشيء برنامج فيلي جريت.